المنتخب الوطني مباراة البرتغال اليوم السبت بملعب الثمامة في ربع نهائي كأس العالم بجميع اللاعبين ديالو الأساسيين. وحسب جردة الصباح فبعد المجهود الطبية اللي بدلها طبيب الأسود عبد الرزاق هيفتي وفريق العمل، تم تأهيل اللاعبين نايف أكرد ورومان سايس ونصير مزراوي وسفيان أمرابط، وهذه يكون رهن إشارة المدرب وليد الركراكي. وخضعوا هاد اللاعبين لساعات العلاج الطبيعي بمقر إقامة الأسود منذ الفوز التاريخي على إسبانيا باش يكونوا في قمة الجاهزية اليوم أمام البرتغال. وحسب جردة الصباح فمن المحتمل أنه يعتمد المدرب الركراكي على تشكيلة كتكون من الحارس ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس، سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أناحي، حكيم زياج، سفيان بوفال ويوسف نصيري. هذه المباراة عندها أهمية كبيرة بالنسبة للاعبين وحتى المدرب اللي غادي يواصلوا فيها إبهار العالم ورد الدين بعد خسارتهم أمام زملاء كريستيانو رونالدو بهدف لصفر في مونديال روسيا 2018. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.